بعض العلماء بيقولوا ان الابتسامة مفتاح الحياة، عشان كده انا النهاردة هبدأ حلقتي بابتسامة. صباح السعادة والابتسامة الجميلة من برنامج حكاوينا بالمصري مع ندى هدى. قبل ما ننوه ونتكلم النهاردة في ايه، تعالوا نرحب باعداد مشترك هدى. ازيك يا دودو؟ ازيك يا ندى؟ عامله ايه؟ عامله ايه؟ صباح الخير. صباح واحلى الفل. ابتسامة النهاردة نشوفها مع ندى كل تلات. طب نعتذر جدا جدا على الحلقة اللي فاتت، كان في مشكلة ولكن احنا بنعوضها لكم الحلقة النهاردة. طبعا زي ما احنا عودناكم ان كل اسبوع معانا ضيف مختلف بلون جديد، فن، صحة، طبخ، جمال، whatever. النهاردة لوننا مختلف تماما عن كل الالوان اللي اتكلمنا فيها. النهاردة ضيوفنا استاذ عيد عبد الحكم، عضو مجلس امناء الجهاز سابقا، واستاذ احمد عبد العزيز، نقابي سابق. النهاردة هنتكلم ونفتح ملفات مختبئة يعني هنناشد ناس كتير، هنناشد سيادة الفريق كامل الوزير، وهنناشد وزارة الصحة، وعايزين نعرف أي حد عنده مشكلة أو أي حاجة يتواصل معنا على الأرقام الموجودة على الشاشة، وأكيد الضيوف بتوعنا هيتواصلوا وأكيد هيكون في دعم كبير جدا، وهنشوف إيه المشاكل اللي عندنا. يلا نبدأ بأستاذ عيد. ازيك يا فندم؟ صباح الخير. صباح الفل. أخبار حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. تمام الحمد لله. طيب احنا موضوعنا النهارده عن وسائل النقل، وسائل المواصلات. بالظبط. تمام. ايه المشكله اللي بتقابلنا في الجهاز؟ طب احنا هنتكلم كمان خصيصا عن مدينه 15 مايو. تمام تمام. هو اولا احنا مفيش مشكله مع الجهاز، هي المشكله بتقابل الجهاز وبتقابل سكان المدينه. عدد سكان المدينه طبعا بيتراوح ما بين 350 الف ل 500 الف. المدينه انشات بقرار جمهوري رقم 119 لسنه 1978. المدينه فيها كميه مجاورات وكميه اسكان بتنقسم لاربع مراحل، المرحله الاولى، المرحله الثانيه، الثالثه، الرابعه، في تزايد طبعا. كل مرحله فيها 12 مجاوره، فيها عدد رهيب جدا من السكان. بعد كده بيقابلنا منطقه ال 100 فدان، الاسكان الاجتماعي، منطقه ال 300 فدان، منطقه ال 290 فدان، منطقه ال 90 فدان، في كمباوند بتاع دار مصر. كل العدد ده بيخدم عليه خطين اتوبيس، خطين اتنين. احنا عندنا النقل بيتقسم لقسمين، الداخلي اللي هو بيخدم على المجاورات وبيخدم على المدينه من الداخل، والخارجي اللي هو خارج المدينه بره. احنا بقى عندنا مشكله في الاتنين. الداخلي بيعتمد على عربيات فيلوكس خاصه بتشتغل دايري بين المجاورات، مفيش مشروع نقل الركاب الداخلي موجود، ماشي. النقل الخارجي شرحه هم خطين، خط عبد المنعم رياض وخط العباسيه، هم دول اللي شغالين. برغم بقى ان في ان كان في الفتره السابقه في 2011 2012 كان المفروض معمول احلال وتجديد لهيئه النقل العام. احنا قلنا بقى الاحلال والتجديد دوت هيسفر عنه ان هيبقى فيه خطوط جديده، هيبقى فيه يعني احنا كان عندنا خطوط واتلغت، العتبه ورمسيس و 15 مايو حلوان و 15 مايو التبين و 15 مايو وجامعه حلوان. دلوقتي هم قالوا هيشغلوا خط الجامعه لخدمه الطلبه طبعا، ومفيش حاجه بتتم. احنا اللي هيحل المشكله مش هيئه نقل العام، لان في مكاتبات وفي مخاطبات وفي شغل كبير تم في خلال الفتره من 2012 لحد 2015. كانت الدنيا ماشيه، كنت انا عضو مجلس ومسؤول عن لجنه النقل والمواصلات. انا بتكلم عن الفتره اللي انا قضيتها عضو مجلس وايه اللي تم فيها وايه اللي ما تمش، اللي من 2015 بقى لحد ما وصلنا 2020. المفروض ان في خمس سنين، الخمس سنين دول مفيش فيهم اي حاجة تمت، الملف ما بيتحركش زي ما هو صفر، لا بيتحرك على المستوى داخل المدينة، النقل الداخلي داخل المدينة. انا محطوط تحت خط اللي بيركب محطة زي اللي بيركب اتنين، الأجرة ثابتة، الناس دي ما بتدفعش حق الدولة، لا تأمينات ولا ضرائب ولا 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 ولا. بالإضافة إن بعد، أنا ما بقولش كل سائق الدايري،
بعض السواقين شباب صغير، لا رخصه ولا ما اقدرش يعني ما اقدرش اجازم واقول ان الداخليه مش قايمه بدورها معاهم، لا الداخليه قايمه بدور كويس جدا متمثله في اسم الشرطه، ولكن مش كل حاجه هرميها على الداخليه، في حاجات لازم جهات مسؤوله تبدا تحل المشكله او تشارك في الحل بتاعها. انا شايف من وجهه نظري على الرغم ان احنا قدمنا كذا اقتراح، لا في شركه. ايه الاقتراحات اللي حضرتك قدمتها؟ يعني مثلا على المستوى الداخلي طالما احنا مش قادرين نحل بقى نعمل طفطف يلف المدينه اسوأ بالمدن الساحليه، هتبقى الاجره بتاعته قليله، هيلم اكبر عدد من السكان، هيبقى تحت رقابه الجهاز. ده بالنسبه للداخلي. استاذ زهيد معنى كده ان الداخلي مفيش اصلا وسائل مواصلات لدرجه ان احنا تبع الدوله؟ لا اه انا قصدي تبع المشروع نقل الركاب الجماعي. لا اه مفيش اصلا. لا عشان كده الناس لجأت. ده ميكروباص خاص. اه بالظبط، ده ميكروباص خاص يشتغل او ما يشتغلش، مفيش يعني. والناس مش في ايديها حاجه غير ان هي تشغله فعلا تركب. يعني عايزه. ايوه، لان انا انا عايز اروح مصلحتي. انا قاعد في المرحله الثالثه، عشان انزل اروح المرحله الاولى لازم اركب لحد نقطه سنتر، واخد بال حضرتك؟ تمام. واغير تاني، يعني ادفع 3 جنيه من عندي لحد المكان اللي هنزل فيه، ماشي، يربطني بالمرحله الاولى وانزل اتحرك تاني باجره تاني. المرحله الاولى دي بقى فيها هيئه النقل العام اللي هي دي المفروض فيها الجراج. المفروض اه هو الجراج دلوقتي اتنقل المرحله الثالثه مجاوره 28، ولكن هو مش يعني انا شايف ان يعني خطين اتوبيس مش هيخدموا مدينه سكنيه كامله. واحنا كان في يعني مقترح سياده النائب مصطفى بكري كانت قدم بيه الكلام ده من 3-4 سنين ورا، ان دخول المترو هو اللي هيحل المشكله. المترو كنت لسه هقول لحضرتك، نظرا للتعدد الكميه الرهيبه اللي هتسكن المدينه. انا لما دخل المترو يعني النائب مصطفى بكري اتقدم بطلب يخش في ايام رئيس الوزراء الجنزوري، النائب رضا بلتاجي اتقدم في 6/12/2018 يدخل المترو عشان يساعد. اولا دخول المترو ده هيساعد في حاجات كتير، هيحل لنا مشكله النقل المواصلات، هيحل لنا مشكله التنميه، لان مايو مش محطوطه في مش مدرجه، يعني مش حاطينها على خريطه، على خريطه خالص ان انا دي يبقى فيها تنميه، على الرغم ان هي فيها مصانع، فيها عدد مهول من المصانع، الا ان في جزء شغال وجزء مش شغال. يعني انا شايف ان دخول المترو ده هيساعد في التنميه في التشغيل، وعدد السكان بيتزايد. يعني احنا عندنا منطقه الميت فدان دي لوحدها منطقه اسكان اجتماعي كبيره، منطقه ال 300 فدان شرحه 13 يعني اللي جاهز فيها دلوقتي 13000 وحده سكنيه، منطقه ال 290 فدان رهيبه. كل ده هيخدم عليه خطين. هيئه المجتمعات العمرانيه ليها دور في القصه، المفروض ان هم عاملين شركه، خلاص الشركه ديت المفروض انها تدعمنا باوتوبيسات، لا للاسف ما تمش. هل ما فيش رقيب يعني بيراقب بيقول الناس ديت، شوفوا الناس دي على ارض الواقع، ننزل الشارع. الفاينل في اللي انا بقوله ننزل الشارع. ولما ننزل الشارع بقى اعملي استبيان في كل المجاورات برصاص، تطلعي تشوفي الدنيا ماشيه ازاي، شوفي الناس، هتلاقي اكتر حاجه الناس بتشتكي منها النقل والمواصلات. هو كمان لو ما فيش نقل مواصلات انا مش هتشجع كمواطن عايز اروح اسكن هناك ان انا اروح اسكن. بالظبط. يعني انا ايه اللي هيشجعني انا؟ طب اللي استلم الاسكان الاجتماعي، اللي استلم الشقق بتاعته في المشاريع اللي تمت، مش عايز يقعد لان ما فيش خدمات، اقربها اللي معهوش عربيه مش هيسكن. تمام. دي 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 جزئيه. الجزئيه الثانيه ان احنا قمنا بمبادره قبل كده، جمعيه الانتاج التعاونيه لانتاج المشهره رقم 136، انها كانت تنزل تخش تشيل قصه النقل والمواصلات ديت، والموضوع ده طبعا رفض في 2013. في شركه الهندسيه لصناعه السيارات احنا قعدنا مع المحافظ وكان خلاص هيمضي، الا ان هو قال انا مش هينفع اشيل، اصل انا هجيب الموظفين بتاعتي الاول. طب انت هتجيب الموظفين بتاعتك الاول، طب السكان اول اتوبيس هينزل ياخد ساكن امتى؟ قال له بعد الساعه 8. لا
الموضوع فشل، على الرغم ان احنا كنا خلاص الموضوع في حيز التنفيذ، جره قلم. لازم يبقى فيه حاجه جديه مسانده من الدوله عشان خاطر الموضوع ده يتحل. حضرتك بتناشد مين؟ ناس معينه خصيصا؟ لا انا بناشد اتنين، لان اللي في ايديهم الحل اتنين. تمام. مين؟ سياده الفريق كامل الوزيري. ايوه. بصفه وزير النقل. وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس لو تدخل في الموضوع ده بشكل شخصي الموضوع هيتحل جزئيا. الجيش لما بياخد اي حاجه بتخلص. وحضراتكم طبعا عارفين أكيد. الدنيا بتبقى مختلفه. لو الملف ده اسند للجيش هيتحل في 24 ساعه. طيب هل المواصلات اللي متوفره في مدينه 15 مايو في توقيتات معينه بيبقى في خلل؟ مفيش. هو حضرتك تنزلي برضو على ارض الواقع فتره الصبح. يعني الفتره الصباحيه دي بتبقى الدنيا قليله، نظرا بقى احنا في عام دراسي ومعظم الميكروباصات والعربيات الخاصه عامله تعاقدات مع مدارس جوه المدينه، لان المدارس بتختلف عن بعض، يعني بتختلف من مكان لمكان. تمام. بتاع الثالثه ينزل يروح مدرسه في الاولى، يروح مدرسه في الثانيه. فقصه ربط المدينه ببعضها ديت داخليا بمنظومه نقل محترمه اعتقد هتحل المشكله. الحاجه الثانيه برضو ان انا لو خدمت في الفتره دي، عشان نقول هندخل المترو قالوا هيتكلف حوالي 9 مليار او 12 مليار حسب البيان اللي كان حصل قبل كده، يعني او الاستبيان اللي حصل قبل كده، اللي هيحل فعلا المشكله دخول المترو. طيب حضرتك من شويه ذكرت ان الجيش لو تدخل الدنيا تتحل. طب ما هو بالفعل في مدينه خاصه بالمستقبل اللي هي مدينه الابطال، طب ما دي ماسكها الجيش. ايوه بس على خط على الطريق، على الطريق من الناحيه دي وعلى الطريق من الناحيه دي، من هنا بيركب كل اللي داخل مايو يقدر يركب اي مواصله ينزل مدينه الابطال. لو هو خارج من الناحيه الثانيه من الفاصل الثاني من اليمه الثانيه هيركب برضو كل اللي نازل من مايو، نفس القصه، نازل بالاستراد نفس القصه، ما عندوش مشكله. اعتقد بتاع مدينه الابطال وانا ليا اصدقاء فيها يعني مش بيشتكوا من موضوع المواصلات خالص. لكن هي تبعد عن المدينه، المدينه الناحيه الثانيه بنلف بنقطع الاستراد بالظبط. لكن المدينه بعد اللي انا قلته لحضرتك ديت المفروض ان انا احط المدينه صح على اول طريق التنميه، اول طريق التنميه بتاعها انها يتعمل لها وسائل مواصلات محترمه. يعني استاذ عيد حضرتك بتقول دلوقتي ان الاقتراح الامثل المترو. بالظبط. طبعا. بس احنا لو قلنا المترو احنا هنبقى خلينا واقعيين اكتر، هنقعد وقت اكتر، هنقعد وقت طيب اطول. طيب احنا في جوابات وفي خطابات وفي مراسلات وفي لقاء عمله جريده الاسبوع، كانت عاملاه جريده الاسبوع من فتره في 2012 اعتقد. هو انا اقصد اقول لحضرتك حاجه ان احنا يعني ان 15 مايو مدينه بلا خدمات. تمام. الكلام ده في 2012. الوضع اتعدل سنه لما جت لما دخل الاتوبيسين اتعدل سنه، لكن ما تعدلش بنسبه 90%. انا المشكله عندي. المشكله عندي. ايوه بس المشكله هتفضل قايمه شويه لغايه المشكله تفضل قايمه لحد لما يتم تكليف من جهه. مين المسؤول عن الجهاز في المدينه؟ مهندس سيد همام. هو الراجل بيسعى. انا ما اقدرش اقول ان هو ما بيسعاش، ما اقدرش اقول ان مجلس الامناء اللي موجود دلوقتي ما سعاش. سعى انه يجيب شركه نقل جماعي. بس شركات النقل الجماعي بتهرب من مايو، ليه؟ انا مش قادر افهم. هل مثلا طريق، هل ما لا 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 طرق مفيش فيها مشكله. ولا في هو اللي بيجي، يعني احنا اخر حاجه كانت في 2013 او 2014 كانت شركه الاتحاد للنقل الجماعي. الهيئه هيئه النقل العام هي اللي بتسند للشركات في مشروع نقل الركاب الجماعي، اطلع اشتغل في الحته الفلانيه. هو يجي الجهاز بيقدم له تسهيلات، يديله قطعه ارض يعملها جراج، واخد بال حضرتك؟ اي تسهيلات هو عايزها الجهاز بيديها له، ولو الجهاز ما وافقش على التسهيلات دي مجلس الامناء بيوافق. الدنيا بتمشي سلسه، لان كلنا كسكان مدينه عايزين المشكله تحل. عايزين المشكله تحل. طيب نقاطع حضرتك شويه ونرجع لاستاذ احمد عبد العزيز. المستشفيات يا فندم، كتير مننا بتبقى عندنا حالات
لما نيجي ندخل المستشفى واتيفر لو حاله حرجه، معلش اصل ما فيش سرير رعايه، ايوه اصل في مشكله، اصل الدكتور اللي انا محتاجاه مش موجود، ده حقيقي، ما فيش دكتور متخصص، فريق التمريض غير جاهز وغير مؤهل بالكيس اللي موجوده، هنعمل ايه؟ اولا بصبح على حضراتكم، اهلا وسهلا، وبشكر القناه وبشكر حضراتكم وبشكر الاعداد لوجودنا مع حضراتكم، وان انتم حطيتوا الضوء على مكان محدش باصص له خالص. اولا بالنسبه للموضوع مشكله المستشفيات فهو مش مختصر في مدينه 15 مايو بالظبط، حضرتك لو جيتي من جنوب القاهره بالظبط ولحد ما توصلي المايو هتلاقي فيه مشكله كبيره جدا في الصحه. حضرتك نمره واحد، ما فيش غير مستشفى تامين صحي موجوده هناك من الستينات، وكان التعداد بتاع المدينه في الوقت دوت اذا كانت حلوان كان تعداد قليل، ما كانش فيه الضواحي اللي حصلت ولا كانت انشئت مدينه 15 مايو، وبالرغم من كده نفس التعداد موجود في الاسره. لا بالعكس، من كام سنه حصل مشكله في المستشفى وعملوا اصلاحات فيها، فاضطروا ان هم يقللوا الاسره اللي موجوده، بدل الغرفه ما كان فيها 6 سراير بقى فيها 4 سراير بالظبط، فطبعا قلت الاسره في قلب المستشفى. المستشفى ايه دي؟ مستشفى النصر للتامين الصحي. تمام. مع العلم ان المستشفى فيها مساحه مهولة كبيره جدا، ينفع يتعمل فيها مستشفيتين ثلاثه. من 4 5 سنين واحنا بنتكلم على وحده القسطره بتاعه القلب، الوحده بالفعل هي خلصت ولكن لم يتم تشغيلها، ليه ما اعرفش. طب عملناها ليه لما هي مش شغاله او ان هي مقفوله؟ يعني بقول لحضرتك من كذا مدير فرع قبل كده كان سابق نقعد معاهم ونتكلم لحد ما ربنا كرمنا في السنتين الاخرى، وفعلا عملوا الوحده والوحده قايمه دلوقتي، ولكن ما دخلتش حاله حتى الان فيها. كل التحويلات خارج المدينه. تمام. مع العلم ان المستشفى الوحيده اللي موجوده كتامين صحي لو حضرتك جيتي من المعادي لحد اخر مركز في الصف هي مستشفى التامين الصحي الوحيده. لما جينا اتكلمنا مع احد المسؤولين وقال لك احنا هنعمل تعاقد مع مستشفى مدينه 15 مايو النموذجي للحالات الحرجه عشان تستقبل رعايه وما شابه ذلك. للاسف الشديد مستشفى مبنى خاليه من اداره وما وراء الاداره ومن مشاكل كتير. لما يجي لي ورق بيقول لي دول بيبيعوا الجراكن بتاعه الغسيل الكلوي بمبالغ وقدرها. اهو الورق اهو. تمام. طب هو ليه يا فندم، هو لما فضلني حصل تطور في المستشفى من كام سنه اللي حضرتك بتقول، وكانت مثلا الغرفه بتساع 6 سراير، الغرفه صغرت او الغرفه ممكن نقول ان هي اتطورت وبقت 4 سراير على اساس ان الدنيا تبقى احسن. ماشي. على اساس ان ما يبقاش قاعد في الاوضه 6 مرضى يبقى قاعد 4، دي حاجه كويسه. ليه لما حصل التطوير دوت ما حصلش مبنى واخد السراير دي وحطيناها في مبنى تاني؟ بص يا فندم، في مكان وفي مساحه. حضرتك المستشفى يعني انا اتمنى ان رئيس الهيئه يبقى سامعني دلوقتي وشايفني، رئيس الهيئه العامه للتامين الصحي ويحط مستشفى النصر في الاعتبار زي ما هو حاطط مدينه نصر في الاعتبار. حضرتك لو رحت من مستشفى مدينه نصر ما تحسيش ان دي مستشفى للتامين الصحي زي مستشفى زي النصر. تمام. مستشفى النصر مبنى من الستينات، هناك معمول اكتر من مبنى لدرجه ان عاملين مبنى للاورام في مدينه نصر. هنا احنا ما عندناش دكتور مخ واعصاب. هو مستشفى مدينه نصر اللي هي التامين الصحي ده صرح مهول اصلا. طبعا. هنا ما فيش دكتور مخ واعصاب في قلب المستشفى. ما فيش دكتور اوعيه دمويه. ازاي مستشفى ما فيهاش التخصصات من الدكاتره دي؟ طب نفترض ان حد دايما بيبقى مثلا قليل التكلفه معاه فبيلجا للتامين. انا الحاله دي محتاجه لدكتور مخ واعصاب. يحول حضرتك بره المستشفى. فين؟ مدينه نصر، المقطم، اي حاجه بقى وحضرتك نازله. طب ما انا بعيده عن المنطقه اللي انا فيها. حضرتك يا اما لو الحاله حرجه جدا بيخرج عربيه اسعاف من المستشفى. الحرجه يعني الحاله يعني كويسه شويه، اتصرف انت حضرتك وروح.
يعني عدد السكان الاستاذ عيد كان بيتكلم عليه. لا ده عدد لا السكان ده بالنسبه لمدينه 15 مايو بالظبط. هنا المستشفى مستشفى أيوة. انا اقصد ان المستشفى دي وعدد السكان ده في نفس المدينه وما فيش. لا ده اكتر لان العدد ده جايب الجنوب. اكتر هي المستشفى الوحيده العدد دوت بتاع مدينه 15 مايو، انما العدد اللي احنا بنتكلم عليه 15 مايو فيها مستشفى لوحدها. دي لسه قصه ثانيه بقى. المستشفى اللي لوحديها ديت قالوا ان احنا كتامين تعاقدنا معاها. حضرتك يروح انا النهارده دي اللي ما فيهاش خدمات. ده دي هي فيها امكانيات لكن ما فيهاش يعني. ما فيهاش اللي 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 يدور المكنه ويخليها تطلع قماش. المسمى يعني مكتوب اسم المستشفى. ايوه لما اجي انا النهارده صباح الخير. معانا تليفون. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيك يا فندم. مع حضرتك مدام اسماء من الهرم. اهلا بيك يا فندم، شرفتينا. اهلا بحضرتك. بقول لحضرتك احنا كنا بنعاني اصلا مستشفيات ولا حكومه ولا خاصه فيها رعايه مركزه. تمام. الحاله بتاعتنا دخلت ما كملتش 12 ساعه في المستشفى وتوفت بسبب مفيش رعايه خاصه بالرئه والنقص في الاكسجين. طيب ممكن اعرف اسم المستشفى ايه؟ بصي هو انا ما ينفعش اذكر اسامي مستشفيات لاني انا لفيت مستشفيات القاهره كلها. تمام. بدايه من الهرم معاكي لحد مدينه الصف، الصف دي اللي هي في الصف جيزه. تمام. ده اللي احنا كنا بنتكلم انا لفيت مستشفيات القاهرة كلها. ومفيش ولا حجرة رعاية مركزة لا في مستشفى حكومة ولا خاصة فيها الإمكانيات كاملة إن هي تسعفنا. جوزي بيموت قدامي ومش عارفة أعمل له حاجة. هرد عليكي. تمام تمام يا فندم، رسالتك وصلت. هنحل ازاي؟ لا بصي للاسف الشديد يعني احنا بالنسبه لمستشفى مثلا 15 مايو انا طبعا بشكر الباشمهندس اللي حل المشكله وهي اصلا مش تبعه. اني اول مره في حياتي اشوف، انا اسف في اللي انا هقوله، اني مجاري تطفح في رعايه. دي مصيبه سوداء. يعني اسمحي بس اقاطعكم داخله بس بسيطه كده مني. اتفضل. المستشفى دي قصه. مستشفى لسه مستلمه وكانت داخله تبع البرنامج الرئاسي للرئيس، حاجه صرحه. كون ان المستشفى الوزاره تستلمها من الشركه المنفذه وما تستلمش الخرائط بتاعتها، الخرائط اللي بتقول خط الكهرباء ده ماشي ازاي، خط الصرف الصحي ماشي ازاي، خط التكييفات ماشي ازاي، امال انت بتساين ازاي؟ يبقى احنا كده هنرجع للمربع. مستشفى متكلفه 600 مليون. المستشفى دي جايه في عادي وانا عضو مجلس امنا جايبينها، كانت جايه باسم مجلس امناء جهاز المدينه. النهارده انت بتصرف فلوس، القوات المسلحه ساهمت عن طريق الهيئه الهندسيه صرح. الصرح ده المفروض مش بتعمل له صيانه. بالظبط. ما نوصلش بقى ان المجاري تضرب في الرعايه. المواسير بتاعت الصرف الصحي فوق المرضى. مستشفى فيها كميه مشاكل، صباح الخير فيها بفلوس. احنا ما بنمنعش ان يبقى فيها حاجه بفلوس. طيب معانا في حد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتي ليك يا فندم وتحياتي لضيوفكم وتحياتي لفريق اعداد محترم معاكم يا فندم. بصراحه وقناه صحه وجمال بتفيدونا جدا جدا في الصعيد والله يا فندم. شرفتنا يا فندم، اهلا بيك وباهل الصعيد. والنبي يا فندم عندي شوق بالنسبه لمركز الزنا. مركز الزنا ده 800 نسمه، مركز على كده كده اسال عليه ما حدش عارف، مهمش لطريق الصعيد. كان في مستشفى اللي هي بتاعة القوات المسلحة تبع الأميري اللي هي بتاعة كانت حكومي دي، خلي بالك. تمام. بعد كده راحوا عملوا مستشفى دروعك حاليا خاص. أنا النهارده لو معاي أي حاجة في المستشفى الخاص ده لو عايز في الحضانة في اليوم أنت عايزين 400 جنيه. ده مركز لا مؤاخذة مفيش داعي أقول لك ده بياكل شلولة والله وبطارة. مفيش ظروف لأي حاجة. بعد كده لو واحد معاه مريض، لو واحد معاه أي حاجة بيقول كده انا من العلاج عايز اجيبه من بره طبعا، زي المستشفى الدولي والاقصر يا فندم لو كانت تعرفوها مثلا. تمام. زي الدولي في الاقصر ولغوا الحكومي دي خالص، لغوها خالص. الكشف ب 10 جنيه طبعا، وبعد كده لو انت عايز علاج عايز اي حاجه برضه عاملين صيدليه في نفس المستشفى.
وان هذا الناس الغلابه يخلف عليها ربنا، والرئيس ربنا يبارك فيه بصراحه فخامه الرئيس يعني مخلينا كل حاجه ما شاء الله الله اكبر. تمام. فيا ريت يعني الرساله توصل لسيادتكم يا فندم. رسالتك وصلت يا فندم. ربنا يبارك فيكم مش شاكين يا فندم. العفو يا فندم، شرفتني. شكرا 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 يا فندم. اتفضل. استاذ احمد، احنا عندنا مشاكل كتير، وكمان عايزين نعرف لو في حد الحاله بتاعته خطيره جدا وماديا مش مسموح، ازاي اعمل على نفقه الدوله؟ اتواصل ازاي؟ بص يا فندم، هو اولا بالنسبه لنفقه الدوله الموضوع سهل، بس بعض الادارات في بعض المستشفيات بتشيل من على قلبها. انا ايه اللي وجع لي دماغي في حاله لا، طب ما انا هجيب واحد على السرير دوت وهقبض منه احسن. الموضوع بسيط جدا، بتعمل لجنه ثلاثيه من قلب المستشفى من ثلاث دكاتره بيوصوا بالحاله وبتبعت للمجلس، بيجي موافقه بقرار على نفقه الدوله بالعلاج لعمل العمليه الفلانيه او ما شابه ذلك. بياخد وقت قد ايه يا استاذ؟ بياخد حوالي اسبوع، ولكن في مستشفيات بتجيب وتحط في الدرج. يعني لما بيبقى في تاخير بيبقى من المستشفى اللي المفروض رايح لها المريض. ده في مستشفيات بتاخده بالايميل دلوقتي. في مستشفيات بتاخد بالايميل وفي مستشفيات بتاخد بالفاكس. ده حقيقي، يعني زي ما في ده في ده. عندنا مثلا مستشفى مايو لما تاخدي قرار تاخديه بعد شهر، ازاي ما تعرفيش؟ طب الحاله محرجه، هاخد القرار ازاي؟ احنا كان معانا حاله، والحاله دي موجوده الحمد لله لسه عايشه، من فضل الله كانت عايزه تغسل وقالوا لها 700 جنيه قبل ما تحط رجلك في المستشفى، خدنا الحاله ومشينا. حاله غسيل كلوي يعني ممكن تموت، ده على ارض الواقع. استشفى التمريض خصيصا في 15 مايو غير لائق ان هو يكون في المستشفى. يا فندم المستشفى الوحيده اللي الطوارئ بتاعتها بتفتش العيان بالبلدي كده، وانا بقولها بالبلدي. يعني ايه بتفتش العيان؟ يعني لازم يدفع فلوس، مع ان القانون بيقول 24 سارع 24 ساعه طوارئ في اي مستشفى. هم محددين ساعات ولا محددين؟ يا فندم الطوارئ ما لهاش ساعات. انا عارفه هم بقى في المستشفى 15 مايو محددين ساعات عشان يستقبلوا يا فندم. يا فندم اي طوارئ حضرتك بتخشي لو كحيتي بتدفع حق الكحه. ايوه، مع ان في 48 ساعه طوارئ. ده القانون بيقول كده بالظبط. لا، هم بقى الطوارئ دي بتمشي على كيفهم هم. الحاجه الثانيه، هم متعاقدين مع التامين الصحي. تمام. في بعض الحالات من ضمنها الطوارئ والرعايه. تمام. انا النهارده باجي اخش كراجل جالي جلطه في القلب او جلطه في المخ محتاج رعايه، يقول لك لا ارجع للتامين هات لي خطاب تحويل. هو انا كنت اعرف ان انا النهارده بالليل هيجي لي جلطه عشان كنت اروح الصبح للاستشاري اقول له اديني جواب تحويل على مستشفى؟ لا طبعا، هو المفروض ان هو بيحجزني، وبعد كده بعد ما بيحجزني الاهل المريض هم اللي بياخدوا الخطوات دي. وبعدين موضوع الجلطه دوت مثلا يعني المفروض ان في اسعافات محدش عامل استجابه في كام ساعه كيروكسين اللي هو بتساعد. يعني التامين متعاقد مع مستشفيات الحميات مثلا. تمام. انا النهارده تعبت ودخلت الحميات بيستقبلني ويعالجني، وتاني يوم يروح جاي مطلع لي خطاب للتامين الصحي ان المريض دوت محجوز عندنا وبيعاني من كذا وكذا وكذا، ارجو الافاده. التامين بيطلع لي جواب ان الحاله تبعنا وعالجه وبعت لنا خطاب بالتكلفه على العنوان التالي. استاذ احمد، الواسطه شغاله في المستشفيات كتير. صباح طبعًا. الفل، كوبايه الشاي مشيل الموضوع. شغاله طبعا. لغايه امتى هنفضل كده؟ لغايه امتى؟ هي ما بقتش واسطه بس، يعني هي بقت صباح الخير زي ما استاذ عيد بيقول بفلوس، فمعنى كده مش موضوع واسطه، موضوع والله. انا حضرت انا هدفع عشان اعرف ادخل المستشفى. حد داخل في حادثه، ماشي، حادثه موتوسيكل، دفع 4000 جنيه في اقل من نص ساعه، في شويه فحوصات اشاعات، شكرا. طب فين بقى الطوارئ؟ لا، ده في حاله تانية احلى من كده بقى. اتنين كانوا زملاء بيتكلموا، انا ليه عندك 130 جنيه؟ لا، انا ليا 120. الراجل تعب دخل الاستقبال دفع 500 جنيه ورجع، والوصولات معايا، اللي عايز ياخدها انا اديها له تحت امره. انا جات لي استغاثه، يعني اللي قال لي خصيصا استغاثه من مستشفى الصف. بهدله.
هي مدام اسماء اللي اتصلت برضو قالت برضو اسم مستشفى الصف اللي هي في ما كانش فيها رعايه تقريبا مش فيها اسره. هو للاسف الكنترول قطع عليها هي يعني هو انا سمعت بس هي تواصلت حتى كمان مع مكتب الصحه. ف ايه مالها مستشفى الصف؟ لا ما هو انت حضرتك هتدوري على مستشفى الصف هتدوري على مستشفى حلواني العام. يعني معلش انا نفسي كاتجروا الفئات كلها بتاع المستشفيات عامه. يعني انا نفسي وبتمنى ذلك ان لما يجي يحصل تفتيش يبقى تفتيش من غير معلومه. ما يتقالش ان انا ان جاي حد من وزاره الصحه يجي كده مجهول على طول. يا فندم انا حضرتك خدي عيان وانزلي كده بكاميرا صغيره ما تبقاش باينه وخشي بيه خشي بيه اي مستشفى من اللي انا قلت لحضرتك عليه. رغم السلبيات اللي حاصله في مستشفى النصر في التامين الصحي رغم ان فيها ستاف دكاتره وتمريض انا بقول لك لو عندهم امكانيات موجوده في اماكن تانية كتير يعني مش عايز اقول لحضرتك هتبقى من المستشفيات الاوائل ولكن معلش هم امكانياتهم على قدهم. انا عندي عيان مالوش سرير انا كراجل دكتور او مسؤول هعمل ايه؟ بضطر ان انا اتواصل مع غرفه الطوارئ وغرفه الطوارئ تشوف له سرير في اي مكان تاني. طب هي الحادثه بتاعت المجاري اللي هي في الرعايه دي في مستشفى مايو طبعا وال رد الفعل اللي حصل وانا برضك لتاني مره بشكر المهندس اللي عمل وصلح بس احنا طبعا مش هنرضى نقول اسمه يعني عشان خاطر من لازم بالزبط. يتكلم بتصريح من بالزبط. من الوزاره من المتحدث الرسمي لكن انا برضك بشكره وهو عارف انا طبعا برضو بشكره طبعا شخصيه محترمه يعني دي كانت شخصيه فرديه اتجهت صلحت عملها عملها بصفه وديه انما هو مش مسؤول ان هو يعمل مش بتاعته لا لكن برضو نرجع قصدي ان هي مفيش حد اتجه فعلا بقى حد لا نرجع ونقول ما هم استغاثوا بيه لما ما مفيش خريطه بتقول خط الصرف الصحي ده ماشي ازاي اوله فين واخره فين استلم وزاره الصحه استلمت مستشفى بدون الخرايط بتاعتها ازاي؟ نرجع للمربع صفر تاني ماشي المستشفى اللي قبلها كانت قايله للصوت ليه؟ المبنى المباني اللي اتهدت وبنينا مباني غيرها عشان ما كانش فيه صيانه عشان الصرف الصحي كان معمول انايا ده مهزله ايوه ايوه انايا فندم مفيش بقول لحضرتك مفيش دكتور مخ واعصاب مفيش دكتور اوعيه دمويه مفيش دكتور روماتايد مفيش دكتور عظم يعني بصي موضوع انا حادثه دخلت بيحول على قصر عيني لسه هتكلم على القصر العيني لغايه امتى هتفضل الرعايه في القصر العيني بدروم ومجمعه بكل الامراض المتشعبه؟ طب ما انا بنقل العدوى من البيشنت ده للبيشنت ده للبيشنت. واحنا كمان في وقت فيروس كورونا اللي بيعطس دلوقتي يقول لك ده عنده الفيروس واحنا بنطلع الاشاعات حلوه قوي بالظبط ان يعني مش عارف لصالح مين طبعا تطلع الاشاعات ديت ولكن هو في المنظومه الصحيه هي عايزه بس يعني ايه نظره للمستقبل. بمناسبه بقى فيروس كورونا هل فعلا في حاله ظهرت عندنا في مصر؟ والله انا ما يعني انا ما بسمعش من الاشاعات انا لازم وزاره الصحه تطلع وتقول بيان رسمي هو ده اللي انا صدقه. وهل هي وزاره الصحه طلعت ولا منظمه الصحه العالميه ما اعلنتش؟ تمام رغم ان هم كانوا قالوا قبل كده ان في الحجر الصحي مش عارف في محافظه مطروح وقالوا شويه في حلوان وقالوا شويه مش عارف لكن بالفعل مفيش. لا والاشاعه اللي طلعت من يومين قالوا ان في سيتي ستارز حاله ظهرت وان محدش يروح وان هم رشوه فيلم هندي كده تعمل. طبعا يعني حضرتك لو رحت هتلاقي المكان شغال عادي اهو. انا مش انا بقول لحضرتك اشاعات لاغراض ثانيه والحاجات الثانيه ولكن انا بتمنى من خلال حضراتكم ان حلوان مش مدينه 15 مايو بس حلوان بالجنوب بقى كله بالجنوب تتحط على الخريطه في المستشفيات والعيادات التابعه لمستشفى حكومي او لمستشفى تامين صحي. تمام احنا جالنا اتصال للحلقه اللي فاتت كان معانا دكتوره رانيا وكان في متصله بتشتكي برضو ان هي ما فيش هناك موضوع التخاطب خالص ما فيش اي مركز تقريبا كان مركز واحد بس وما كانش مؤهلين كفايه وكانت بتكلم الدكتوره ان هي مش عارفه تعمل ايه في بنتها او ابنها يعني. والله طبعا انا طبعا انا قلبي معاها هو في التامين الصحي مركز تخاطب بس العدد كبير عليه. انا لسه بقول لحضرتك
المستشفى كانت منشاه في الستينات لعدد معين، الموضوع وسع والمستشفى زي ما هي في نفس الحجم، ما حاولوش يطوروا في مبنى يعملوا مبنى تانية، يعملوا وحدة قسطرة قلب غير ما هو ما دام في مساحة في ساعة الحملة بتاعت فيروس سي. شوف الدنيا كانت عاملة ازاي في التأمين. ايوه ملايين. طب اللي حضرتك بتقوليه ده ان يتم توسع، طب احنا عندنا في مستشفى مايو مبنى قديم ينفع يبقى فيه كمية أسرة بالزوفة؟ طب الكلام ده لصالح مين يا استاذ؟ ما انت ما تعرفيش يعني مين بالظبط. يعني بصي انا امبارح كان معايا ملف فساد يخص الآثار الثقافة. الموظفة اللي معاها الموضوع اتجهت لكل البيبان. ما حدش عمل لها حاجة. بل بالعكس هي شايفة تهديد صريح ليها، انت لو اتكلمتي او 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 احنا هنوديكي اسفل السافلين. يعني كانت بتناشدني بصفة شخصية انا اتصرف ازاي، انا طب جهزي الملف بتاعك، طب نطلعك على قناة تتكلمي. لا طب ما الموضوع النيابة الادارية بتحقق معها لحد دلوقتي وهي مش متهمة. ما هو بيجي لها تهديدات ازاي هتطلع على قناة مش متهمة. يعني انا 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 بناشد ان ملف الفساد في اي جهة، في جهة رقابية مجرد ما تقال ملف فساد تعالى يا عم انت معاك ايه، ويتم حماية الشخصية اللي بتقول ان في المكان ده حاجة مش مظبوطة، يتم حمايتها. احنا في دولة قانون. بعد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ما الدنيا عاد غربلة البيت من اول وجديد، اعتقد الدنيا بقى يعني المفروض بقى الناس دي تحس بقى شوية. رئيس الدولة اللي بيشتغل بس معاه كام حد والباقي شكرا. استاذ عيد، مجاورة 6 فيها دار ايتام. لا مجاورة 6 ايه، مدينة ولا امتداد؟ حضرتك بتتكلمي على مجاورة 6 اللي فيها دار الايتام، دي في الامتداد بالظبط. ده كان دار ايتام بتاع كاميليا العربي اتنزلت عنه الحد بالظبط، والمفروض ان الدار ده فيه حوالي 40 عيل. هو ده بالظبط اللي راعي اللي بياكلهم ويشربهم. المكان ده تبع جمعية. الجمعية دي في المعادي. تمام. الجمعية في المعادي هي مش يعني على حسب مصدر معلوماتي بتصرف عليهم بس مش بالقدر الكافي. امبارح جالي انما اللي بيصرف عليهم فعلي من التبرعات بتاعت الناس رئيس مجلس ادارة احد الجمعيات في المدينة في مجاورة 7 اللي هو مسعد، ده بشكل عام بيودي لهم اكل، بيودي لهم شرب، بيودي لهم. الفتره دي حصل اهدار. لكن هي القصه مش قصه اكل وشرب بس. لا ما دول ليهم متطلبات في مدارس. يعني انا تعرضت لمشكله معاهم خاصه بالتعليم. اتمنى حضرتك تشوف الموضوع ده وتتواصل مع حد نحل المشكله دي. اوعدك. تمام. مصنع يعني تقريبا معظم كل اللي ساكنين في مايو بيشتكوا منه. مش مايو بس، انا واحد من الناس مش مايو بس. واللي حوالين مايو. تمام. اللي حوالين مايو. مصنع بيطلع ادغنه. المصنع دوت انا مش هذكر اسامي، ولكن النصيبه ان الناس كانت كلها عنده. الناس كانت فاكره ان هو بيحرق الزباله او المخلفات، لكن للاسف طلع بيحرق النفايات بتاعه المستشفيات. يا نهار ابيض. على ما اظن وتعلمنا ان بيكون في مكان خالي عشان اعرف اعمل الحاجات دي. طب خدي التقيله بقى، خدي بقى التقيله دي اللي مفاجاه، ان هم طلع لهم قرار اغلاق وما اتغلقش. ماشي. يعني جزء المفروض قرار اغلاق ويتنقل لمكان تاني. مفيش حاجه تمت، كله صفر. من الساعه 1 بالليل تلاقي المدينه سودة. اللي كله صباح الخير. اللي هيشكك كله صباح الخير. صباح الخير صح كده. اللي هيشكك في الموضوع ينزل بعد 2 بالليل يشوف الجو يشم كده الدنيا عامله ازاي. انا برضو بناشد من خلال البرنامج السيده وزيره البيئه، لازم يبقى في تحرك على صحه البني ادمين. ما بقاش الرئيس عامل حملات عشان صحه البني ادمين، واحنا بقى اللي الرئيس بيعمله الناس تانية بتبوظه. الراجل راكب طياره طاير شغال في كل الاتجاهات، لازم اللي يمشي لازم يبقى اللي زيه يركب جنبه بقى كده يجري زيه يمشي.
عشان الدنيا تمشي، لكن مش رئيس البلد شغال في. انا بحييه من خلال البرنامج في كافه الاتجاهات. احنا كان عندنا تعثر في الاسكان، الحمد لله عندنا مشاريع اسكان بايه، وده ينسب الفضل ليه. طيب احنا اتكلمنا مع حضرتك في المشاكل والحلول، واتكلمنا مع حضرتك في المشاكل بس ما اتكلمناش في الحلول، بس اتكلمنا ان احنا نناشد مين. يعني احنا دلوقتي بنناشد وزاره الصحه ورئيس الهيئه العامه للتامين الصحي، وبنناشد سياده الوزير كامل الوزير والرئيس والرئيس الجمهوريه. طيب احنا ممكن نطلع فاصل ونرجع نشوف الحلول مع استاذ احمد عبد العزيز هي ايه. ابقوا معانا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وقبل الفاصل كنا بنتكلم مع استاذ احمد عبد العزيز واستاذ عيد عن المشاكل. اتكلمنا مع استاذ عيد عن المشاكل والحلول. هنتكلم معايا في حاجه صغيره جدا عن المدن العمرانيه وايه قصه الميت نمره. هو باختصار شديد ان التراخيص الاجره كانت موقوفه. تمام. كانت موقوفه من رئيس الوزراء. الكلام ده كان في 2010 و11 و9 وتمانية على مستوى القاهرة الكبرى كلها. جينا قلنا عايزين نعمل إحلال وتجديد للعربيات الفلوكس اللي شغالة داخل المدن الجديدة، وتبقى تشتغل كلها من تحت مظلة. المظلة دي هنشيل النمرة الملاكي ونحط لها نمرة أجرة. الهيئة طبعا كانت متبنية القصة، وخدنا موافقة بالفعل إحنا وجهاز العبور على 100 نمرة أجرة. 100 نمرة أجرة دول بقى إحنا من 2014، يعني أنا من 2014 انا معايا المضبطه بتاعت الجلسه. واخدين الموافقه من 24/12/2014. تمام. لحد النهارده ما تمش حاجه، والموضوع نام، والمصلحه حد ان الموضوع يفشل. هل هيئه المجتمعات العمرانيه مش عايزه تنجح الموضوع؟ هل المحافظه مش عايزه تنجح الموضوع؟ علامه استفهام مجهوله. بس. بناشد؟ برضو بناشد سياده الفريق كامل الوزيري، وبناشد سياده الرئيس في التدخل في مشاكل المواصلات داخل المدن العمرانيه الجديده. ده كان حل كتير. ده كان حل، ده الحل النهائي يعني. مرسي كتير ليك يا استاذ عيد. شكرا. استاذ احمد، الحل. الحل اولا لازم يبقى فيه دعم، بس تمام. الدعم بان انا اراقب، لازم اراقب مع الدعم. يعني مستشفى ما فيهاش دكتور اجيب لها دكتور. مستشفى عايزه مبنى اعمل لها مبنى. مستشفى فيها وحده غسيل الكلى السراير فيها قليله وانا بحول كده كده من خارج المستشفى لمكان خاص وبدفع له فلوس، طب ما انا الفلوس اللي انا بدفعها في المكان الخاص ما انا اعمل في بيتي. هي هل المستشفيات ليها رقابه اداريه المفروض صح؟ طبعا كل حاجه ليها رقابه. حكومه. في حاجه ما فيش حاجه ما لهاش رقابه. ولكن هو المشكله في البطء الشديد وما هي ماشيه. ما هي ماشيه. ومحدش بيشتكي. واللي بيشتكي بيشتكي لربنا. زي ما قال الاستاذ عيد، الرئيس عمال يعمل لنا 100 مليون صحه واحنا لا حياه لمن تنادي. الصحه عندنا واللي بيجي يعني انا بحارب. تمام. خلاص؟ عشان انا بحارب بقى ما اجيش في مكان، ما اجيش في مجلس امناء الجهاز. ما انا بعيد بقى لو جه هيقلب لنا الدنيا. عيد لو جه هيقلب الدنيا. لا ما يجيش. احمد هيحارب. لا ما يجيش. احنا عايزين صم بكم عمي. لا اسمع لا ارى لا اتكلم. وزي ما استاذ احمد بيقول، هو لازم اشراف، لازم مراقبه، لازم بالزبط. جزاءات تنزل على الناس دي، لازم يعني الدكاتره الرقابه ثم الرقابه ثم الرقابه ثم الرقابه. احنا كنا سعداء جدا. بطل الرشاوي. يا صباح الخير. مش رشاوي بقى. يا صباح الخير. طيب شايف الياسمين. احنا النهارده الحلقه بتاعتنا كانت شامله الصحه وشامله وسائل المواصلات والنقل والمشاكل ودار الايتام والمصانع، اتكلمنا في لون جديد. بس انا قبل ما اختم هتكلم عن بعض القنوات ذكرت عن فيروس كورونا. طيب بس ما تذكرش انا ازاي اعرف ان ده فيروس كورونا، وما تقلش ايه الاسباب اللي ادت لحدوث فيروس كورونا، وايه هو اصلا فيروس كورونا. وطالع دلوقتي يقول لك ان في مصر ظهرت حالات. لا، هو استاذ احمد قال انا ما اقدرش اقول ان في حاله ذكرت الا لو وزاره الصحه اعلنت او الصحه العالميه قالت ان في فعلا حاله حصلت في مصر.
ملخص فيروس كورونا ان هي بعض المدن في الصين بتاكل الحشرات، فطبعا ان الفيروس ده اتنقل من الشخص اللي بياكل الحشرات ده، فنقل الفيروس لشخص عادي، فاتنقل من شخص عادي لشخص عادي تاني، فحصلت العدوى اكنها انفلونزا عادية بالنسبة لنا. فمن هنا قالك ان هو ده فيروس كورونا. طب ازاي عارف ان هو فيروس كورونا اصلا؟ عن طريق الفحوصات والميكروسكوب اللي حصل على الكيس دي، قالك ان هو شبه تاج كورونا اللاتيني، فمن هنا فعلا قال ان هو ده فيروس كورونا. طيب ايه هي ازاي اعرف ان انا عندي الفيروس ده؟ هو نفس اعراضه بالظبط الانفلونزا العادية، ولكن بمضاعفات اكتر. طب انا علشان الجأ واحل بسرعة اتجه لطبيب اساسي، ما روحش لطبيب الاسرة، ما روحش اجيب حاجات من الصيدلية، اصلا عندي سخونية فاجيب حاجة خافضة، اصلا عندي احتقان اخد حاجة، لا اخد الخطوة سريعة علشان ما يحصلش بعد كده توابع وضرر اكتر، ونقول يا ريتنا ما كناش اخدنا الخطوة دي. مفيش حاجة في مصر، مصر امنة ان شاء الله، واكيد اي مغترب بيجي من مصر اكيد بيتحجز في مكان معين لدواعي امنية لينا. وطبعا زي ما قال استاذ احمد ان لسه وزارة الصحة ما اعلنتش عن اي حالة في مصر، فمحدش يقلق. كنا سعداء جدا بضيوفنا، شرفتونا، كانت حلقة ممتعة جدا، لون جديد، وان شاء الله هنتكلم عنه في الحلقات الجاية. صح يا هدى؟ ان شاء الله. مرسي كتير لذوقكم، ونشوفكم على خير الثلاثة الجاية الساعة 10 في حلقة جديدة ولون جديد.